ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد يحيى السنبل. سيد يحيى، مرحبا بك معنا. يا أهلا وسهلا بك، حياك الله. حياكم الله. في ظل غياب القانون، عمليات البصرة تؤكد وجود عشائر في المحافظة تمتلك نفوذا عبر ارتباطها بأحزاب السلطة، وهذه العشائر تسيطر على مواقع النفط. أين موقع الدولة والحديث عن السيادة في هذه الحالة؟ أخي الكريم، حالة الفوضى التي يعيشها العراق منذ 16 عاما وخصوصا في مناطق البصرة جعل هناك ميليشيات عشائرية هي لا تخضع لقانون ولا لأعراف العشائر، وإنما هي تحت مسميات عشائرية ترتبط بأحزاب وأجهزة خارجية ولربما لتمويل نفسها للسيطرة على هذه المواقع، في ظل أن هذه الحكومة هي ضعيفة وهزيلة ومغيبة تماما، لأنها اعتمدت على أساس المحاصصة إضافة إلى المحاصصة الطائفية على المحاصصة الحزبية أيضا، مما ولد هذه الميليشيات العشائرية التي تتنافس فيما بينها وتسيطر على مقدرات محافظة البصرة، كما أن هناك الكثير من هذه الميليشيات تسيطر على مقدرات البلاد محافظات. وصل الحد بهذه العشائر أن تفرض إتاوات على الشركات الأجنبية الموجودة هناك. نعم، في ظل غياب القانون أخي الكريم وغياب الدولة وغياب النظام، تفرض هذه الميليشيات تحت مسميات عشائرية قوانينها و خطوتها على هذه المناطق، وتطالب حتى الجهات الخارجية لربما تطلب منهم حتى التوقيع على اتفاقيات لتأخذ حصتها من أجل تمويل هذه الميليشيات وتمويل هذه الأحزاب تحت مسميات عشائرية. نعم، هذا موجود، لأن الدولة غائبة تماما ولا تمتلك السلطة ولا القوة لمنع هؤلاء، بل إن هناك من هو في السلطة مستفيد من هذه الحالة من خلال هذه الأحزاب أو الحركات التي تتمثل داخل مجلس محافظة البصرة وداخل مجالس الأقضية والنواحي. كل ذلك، هذه المحاصصة العشائرية والحزبية والطائفية هي من أنتجت هذا السلوك وهذا الوضع الذي أربك حالة النهوض وحالة التقدم الذي يمكن أن يعيشه العراق في ظل قانون حقيقي وفي ظل سلطة حقيقية، ولكن هذه السلطة المهترئة المعتمدة على أجهزة الاحتلال الأمريكي والإيراني هي من ولدت هذه الميليشيات وهذه الفوضى تحت مسميات عشائرية، ويمكن أن نعم. هذه الميليشيات لا تخضع حتى سيد يحيى، يعني نسمع عن اصوات فقط. نعم، اصوات حكيمه تقول وعلى راسها المجلس العشائري في محافظه البصره الذي اكد على ضروره وقف سفك الدماء وايقاف النزاعات بين العشائر. السؤال هنا ليس عن طبيعه الاوضاع بقدر ما هو عن المستفيد من استمرار هذه الفوضى، وكان هناك من يساهم في صناعه هذه الفوضى في البصره. حتما، البصرة أخي ساحة مفتوحة كما هو حال العراق لكل الأجهزة الخارجية ودوائر المخابرات الخارجية، وكل له ورقته الخاصة في سبيل الاستفادة من هذه الميليشيات ومن هذه الفوضى ومن هذه الأحزاب والحركات. ترى هذه الأحزاب تستلم تمويلات خارجية إضافة إلى أنها تنفذ هذه الأجهزة الخارجية وتحاول السيطرة أو تعظيم مواردها من خلال السيطرة على مقدرات المحافظات. هذه الأوراق كلها يستفيد منها الأجنبي أو النفوذ الخارجي في هذه المحافظة من أجل إرباك الوضع والاستفادة منه، حتى يمكن أن تطرد شركات لدول معينة لتحل محلها شركات أخرى. وهنا اللاعب الرئيسي في البصرة وفي العراق الإيراني الواضح للرأي العام سواء المحلي أو العالم.
بهذه المناسبة كيف تقيمون جهود حكومة عبد المهدي في حل هذه النزاعات التي لا تتوقف في البصرة؟ أخي الكريم، حكومة عبد المهدي عاجزة عن أي حل، لأن حكومة عبد المهدي كما ترى وتشاهد هي تعتمد على الميليشيات في تنفيذ أجندتها أو في تنفيذ خططها. لذلك لا يستطيع عبد المهدي ضمن هذه المحاصصات الطائفية والحزبية والعشائرية من أن يحقق شيئا أو أن ينجو بالبصرة أو غير البصرة من هذه الفوضى التي تعيشها. الحكومة العراقية أو العراق بشكل عام يحتاج إلى حكومة وطنية نزيهة قادرة على المبادرة وأخذ زمام الأمور من أجل تصحيح الأوضاع بشكل جذري وكامل. أما هذه الحكومة نتاج العملية السياسية الفاسدة ومشروع الفساد الكبير التي تعيشه من أروقة مجلس الوزراء إلى آخر مجلس محلي في ناحية أو قرية، لا يمكن أن يصل إلى نتيجة مطلقا، وهذا ما وصل إليه العراق طوال 16 عام. نعم، أشكرك السيد يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.